السلام عليكم ومرحبا بكم على سافور ميديتيرانيان. Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranéenne. Aujourd'hui, on va faire des petites briques, des petites briouates aux amandes. Nous allons faire des briouates avec l'ouz. Nous allons faire 500 g d'amandes en poudre que j'ai décortiqué et j'ai mixé dans mon robot. Un tout petit peu de gomme arabique, je vais mettre de l'huile si je n'ai pas de l'huile. Je mets 4 tasses de sucre glace, 2 grosses cuillères de sucre glace, un petit peu de cannelle, je suis de la crafa, il y a comme chez Bizaf. Mon rouf qui vira, je vais mettre la sel pour madame. Je vais mettre une grosse cuillère de beurre. Et je vais mettre 2 grosses cuillères de fleur d'oranger. Je vais juste mettre la mazhar. Et je mélange. نخلط هاد العناصر كاملين اللوز مع مزهر مع الزبده مع القرفه مع النكهه الحره مع جوج معالق كبار تاع السكر بلاص صافي انا جمعت اللوز ديالي مزيان جي بيان راماسي لي زاماند مانون جو فير دي تو بوتيت بول غادي ندير واحد الكويراتي صغيورين انا درت كويرات صغيورين هنايا تاع اللوز وجدتهم قطعت الورقه ديالي وجدت شويه الزيت والزبده درتهم هنايا باش نمسح بهم هكا الورقه ديالي وغادي ندير هاك هكا جي كوبي ما بات جي مي دو لويل اي دو بور اي جو في لا ديسبوزي كوم سا لي كونتينيو ا فير le deuxième voilà et je vais continuer à les faire jusqu'à que je termine salut toi غادي نديرهم درك في الفران يطيبوا على 180 ونبقى نخطر خطره نركب عليهم ونشوف منين يتحمروا نحيدهم انا نديرهم في الفران ما نقليهمش في الزيت كيعجبونيش تاع الزيت كيشربوا الزيت وهادو كيجيو زوينين ومقرملين ومن بعد غادي نوريكم فيهم في العسل فوالا جي تيرميني مانو جو في لي ميتر او فور ا 180 جو في سيرفيي اون فوا كي سون بيان دوري جو في لي ترامبي دان دو ميل جو في بريباري ان كيلو دو ميل دو كوتي اي بور لي ترامبي دودان فوالا لي بريوات سون كويت مانو جو في لي ترامبي دان دو ميل هما البريوات طابو نديرهم في العسل العسل درت فيها واحد شويه نتاع ما زهر كيلو د العسل واحد مغرف نتاع ما زهر سخنتها شويه لحقاش كانت قاسحه كندير فيها البريوات ديالي باش يشربوا العسل كيجيو خفاف كيجيو زوينين ومقرملين كيجيو هشاش بزاف كيعجبوا لي لحقاش ما فيهمش ليدام بزاف ما كيتقلاوش في الزيت هكا نخليهم يشربوا العسل مليح من العسل نقطعهم مزيان العسل لي سوغتيغ دو ميال جي جوست ا كوتي ان باسوار انا عندي واحد الشوكة درتها هنايا فيها بريوات مستعمل حطيت البريوات ديالي هما كيجيو زوينين درتهم في كويرطات نتمنى من الله يكونوا عجبوكم جيسبر كو سا فوزا بلو